أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء. تنتشر في صنعاء القديمة العديد من السماسر والتي تقدم خدمات مختلفة. سنكون اليوم في أجمل هذه السماسر على الإطلاق وهي سمسرة النحاس. سمسرة النحاس واحدة من أجمل السماسر في صنعاء القديمة، تقع في منتصف سوق الملح شرق الجامعة الكبير. هنا حيث يتم تحويل المواد الخام إلى أحجار كريمة، والأحجار الكريمة إلى حلي ومصوغات. يتكون المبنى من 4 طوابق، الطابقان الأول والثاني مغلقان على صحن المبنى، والطابقان الثالث والرابع مفتوحان على السماء. السمسرة ذات طابع معماري وتصميم هندسي متميز، تكاد تكون تحفة معمارية رائعة مبنية من أحجار الحبش والياجور. تنتشر في السمسرة محلات كثيرة مخصصة لبيع وشراء الأحجار الكريمة والفضيات والأدوات والأواني والأغراض التراثية. من هنا يمكنكم الحصول على هدايا تراثية ربما لن تجدوها في مكان آخر. وفي محلات السمسرة يمكنكم أيضا الاطلاع على كيفية صناعة هذه الحلي والمقتنيات. السمسرة واحدة من أجمل الأماكن التي يزورها زوار صنعاء القديمة، ومكان جيد للحصول على بعض المقتنيات الثمينة والهدايا الرائعة والتعرف عن قرب على الصناعات التراثية ومدى جمالها وروعتها. وصلنا إلى ختام هذه الجولة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وإلى اللقاء.